الاقتصاد الإسرائيلي في حالة انهيار كبيرة منذ بداية العدوان على غزة. معظم وكالات التصنيف العالمية خفضت تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي مع تراجع قيمة العملة المحلية وهروب 60% من الاستثمارات الأجنبية المهمة من إسرائيل. تسعة عشر يوماً كانت كافية لإرباك تل أبيب، فبرغم الفاتورة الضخمة التي يتكبدها أهالي قطاع غزة واستشهاد ما يقارب 6000، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو في حالة انهيار اقتصادي وخسائر لا يمكن إنكارها. وخفضت وكالات التصنيف الائتمانية العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة، وعدلت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال نظرتها المستقبلية لإسرائيل من مستقر إلى سلبية، كما وضعت وكالة مودز الأسبوع الماضي تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية بسبب الصراع الحالي وفقاً لما ذكرته بلومبرغ الإخبارية الأمريكية. وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال إن الحرب ستظل مركزة في قطاع غزة، لكن هناك مخاطر من انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل. وتوقعت وكالة تصنيف الديون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث في العام الجاري، وقالت إن انكماش الاقتصاد ينبع من الاضطرابات المتعلقة بالأمان وتقليل النشاط التجاري، بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من الاحتياطيين وإغلاق في قطاع السياحة وصدمة ثقة أوسع. كما تواصل عملة الشيكل المحلية داخل إسرائيل فقدان قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من الجهود المحمومة التي يبذلها البنك المركزي للبلاد لعكس اتجاه الركود. وبعد أكثر من أسبوعين على إطلاق عملية طوفان الأقصى وما تبعها من تداعيات عسكرية وسياسية عصفت بإسرائيل، بات جلياً أن أياماً صعبة تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة بعد استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي. وسيعتمد حجم الضرر الاقتصادي الذي ستعانيه إسرائيل على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيداً عن وظائفهم في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 9 ملايين نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 521.69 مليار دولار. ووفق تحليل لوكالة بلومبرغ، فمن المرجح استمرار تراجعات الشيكل والسندات الإسرائيلية وسط قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بشكل أكبر، في حين تقدر جهات أخرى أن الكلفة الإجمالية للحرب ستكلف خزينة إسرائيل نحو 50 مليار شيكل، أي 12.5 مليار دولار. وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحرب على قطاع غزة كبدت الاحتلال مليارات الشيكلات من الاقتصاد الإسرائيلي. ولفتت الدراسة التي جاءت تحت عنوان تأجيل المضطر حسابات سيناريو الاجتياح لقطاع غزة أن البنك المركزي الإسرائيلي خصص 30 مليار دولار من الاحتياطي لدعم الشيكل أمام الدولار، بالإضافة إلى هروب 60% من الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل. ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى انخفضت الأسهم والسندات المحلية، ولا تزال العديد من الشركات والمدارس في إسرائيل مغلقة، بينما أوقفت شركات الطيران معظم الرحلات الجوية إلى تل أبيب.